من عمر ديالي. اللهم بارك لنا في هذا
بلاها ولا ألعب بالحياة بلاها. أنا سر وجودي كيانها وتوفيقي يكون بدعائها. هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقدم أجمل التهاني والتبركات للأم الفلسطينية بمناسبة عيد الأم الذي صادف هذا اليوم، ونحيي دورها المتميز والريادي الذي تقوم به جنبا إلى جانب الرجل. فالأم الفلسطينية هي عماد الأسرة والمجتمع، وهي شريكة الرجل في البناء والتربية والعمل. ولقد شاركت الأم الفلسطينية في مسيرة الكفاح، مسيرة كفاح شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وتشارك اليوم في مسيرة البناء لتعزيز سمو شعبنا على أرضه. فالأم الفلسطينية هي أم الشهيد وأم الأسير، ولها كل الاحترام والتقدير منا. وبمناسبة يوم الأم فإننا نبارك مدرسة الإسراء حصولهم على المركز الأول في سباق الضاحية، وإن شاء الله سنعمل في مجلس الزكاة على دعم جميع مدارس الإسراء حتى تحصل على مزيد من التقدم والرقي لهذه المدارس، ويتم تزويدها بجميع وسائل التكنولوجيا والتطور الحديث إن شاء الله. اسمي شروق عمار، أنا حاليا ربة منزل، خريجة إرشاد نفسي. عندي رسالة بدي أوجهها لكل الأولاد، إنه الأم ما بدها حكي، ما بدها هدايا، بدنا إنه تبروا أمكم، تعرفوا تتعاملوا مع أمكم منيح، الكلام الحلو، المعاملة الطيبة، الكلمة اللي يسلم أيديك يا ماما على هالأكلة، يسلم أيديك يا ماما لأنك مثلا بتهتمي فينا. بدنا على كبر كمان انه ضلهم هاي يعني العلاقه القويه بين الام واولادها انها تضلها موجوده، مش انه فتره الطفوله بعدها انه اشعر انا استغنيت عن امي اني اتركها، لا، بدنا نضلنا احنا متأصلين مع امنا، يعني زي ما هي ربتنا وتعبت علينا واحنا صغار واهتمت فينا، بدنا احنا كمان نعطيها هذا الاهتمام ونبرها. اهم شيء انه نبر الوالدين.